عاجل. الحوثيون منعوا بايدن من لقاء الإعلامي والسعودية ترضخ لضغوطهم. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. يبدو أن السعودية فضلت اختيار سياسة عدم الاستفزاز مع الحوثيين أثناء استقبالها للرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من زعماء العرب، خوفا من أي تطورات أمنية مفاجئة كانت ستسبب إرباكا كبير في حال حدوثها. وذلك ما رجحه القنصل اليمني السابق في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع تويتر، مؤكدا أن سبب عدم دعوة الرئيس رشاد العليمي مرتبط بما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، بقوله: هل أصبحت النظرة إلى المجلس السياسي في صنعاء كالنظرة لمجلس القيادة الرئاسي في عدن، ولذلك لم تتم دعوة الرئيس خشية أن يزعل رئيس آخر مما قد يؤثر على الهدنة. وفي هذا السياق تساءل القنصل اليمني السابق في واشنطن نايف طعيمان في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر رصدها الميدان اليمني عن سبب عدم توجيه السعودية دعوة إلى رئيس مجلس القيادة لحضور أعمال قمة جدة، بقوله: السؤال للأشقاء في المملكة العربية السعودية، لماذا لم توجهوا الدعوة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس الجمهورية اليمنية لحضور قمة جدة والذي هو موجود فيها، منتقدا التعامل مع الأزمة في اليمن بأنها ملف سعودي صرف، مرجعا ذلك إلى أزمة القيادة تعانيها الشرعية، بقوله: يتعامل الجميع مع الملف اليمني باعتباره ملفا سعوديا بحت، ولذلك لا داعي لحضورنا ما دام مسؤول الملف موجود، نحن من قبلنا ورهنا أنفسنا وعلينا أن نتقبل ذلك حتى يقضي الله أمره. اللهم أنعم علينا بسيسي كما أنعمت على مصر.